يعطيك الله العافية. يعافيك. تفضل فوت. خير ان شاء الله. قال طلبتني. لوين راح ضيفك؟ بعتت وراه بس ما لقوه بالبيت. ليش؟ شو في؟ في تعميم بالبحث عن مصطفى نالجي. لوين راح؟ امبارح سافر. لوين سافر؟ طلع اسطنبول. خير، ليش عم تسألوا عنه؟ بدهم ياخذوا افادته، مشتبهين فيه. كريم اولجاز تصاوب بطلق ناري. كريم تصاوب؟ قال مصطفى كان خطيبة القديم لمرت كريم. ليك وضعه كتير خطير. ها قلي، ليش مبارح اجيت وسألت عنه؟ ليش شكيت فيه؟ كان عندك علم بالحادثة شي؟ لا ما شكيت فيه، أنا كنت قلقان عليه بس، لأنه فجأة إجا لعندي وكان مريض وما طلع من البيت. احكي لي الحقيقة سنان، لأنه إذا حاولت تحميه وقتها أنت كمان رح تروح فيها، وهلأ بدك تحكي لي كل شي بالتفصيل. مثل ما قلت لك، صار له 3 أيام نايم عندي، واشترى مركب قال رح يقدمه هدية لمرته. بعدين أمه مرضت، قام حمل حاله وطلع اسطنبول. مصطفى. كيف أمي؟ جوا. مصطفى، اللي قالوا لنا إياه الشرطة مزبوط؟ أنت إلك علاقة بحادثة كريم؟ لا. أمي، ليكني أنا هون. كل شيء رح يرجع مثل الأول إن شاء الله. رح تطيبي أمي. أمي عم تسمعيني؟ أمي لا تعبها مصطفى. ماما إذا عم تسمعيني مسكي إيدي لشوف. شو عم يصير؟ مصطفى نالجي؟ اي نعم انا. تفضل معنا لبرا. شوفي، بدك تروح معنا مشان ناخذ افادتك. بس انا مستحيل فيني اترك امي بهالحاله وروح معكم. مضطر تروح معنا، انت متهم باطلاق النار على كريم والغاز، لازم ناخذ افادتك مشان التحقيق. ليك يا اخي صدقني انا ما عم بتهرب منكم، بس امي كثير مريضه هلا، خلينا ناجلها. اجيت من يلدر مشان امي وما فيني اتركها بهالحاله هون. فهمانين عليك، بس نحن عم نقوم بواجبنا، تفضل معنا. بدكم تعذروني. رح ناخذك بالقوه. مصطفى روح معهم قدم إفادتك وبعدين بترجع. لك ليش في بعدين؟ ما راح يتركوني. خايف كتير، خايف اتأخر على أمي.